صباح الخير صلاح. إيه. Good morning. How are you? دوارك. Today, my breakfast it was very good sandwich. What you put inside? Oh my God! I think it's bad. No. No. Very good. What? صبر صلاح. What did you put inside? Pastorma. Uh-huh. One egg. Uh-huh. Shabbat. Fresh one. Yes. And kosbara. Shabbat, how much shabbat? What's the too much kosbara or shabbat? Shabbat. Shabbat, how much? كده كتير. Yes. تعالوا تشوفون الساندويتش كامل كله. شبت وبقدونس. لا بقدونس. ها ها كزبرة كزبرة. كزبرة. شويونة بسطرمة. وبيضة واحدة صح. صلاح الله يحفظكم صار عنده موعد في المستشفى فشلته ام محمد حسب الموعد ماله في عيادة بارجيل اللي في المارينا مول ظهر فحوصات وهذا طب الدكاتره قلت على ما صار على محمد يوم انا عندي شغله تصير هي حمود ايش عندك بريسترا حمود وات ار يو دوينج بغيت تمتر موعدهم الساعة 10:30 قالوا أبداً نسيت 9:30 تمظهروا الساعة 10 والله خلوني روحي عادي غير عادي اليوم بعد أنا موعد الساعة 11 في المرور وعقب المرور عندي بعد تسهيل وان تسهيل بسير الموضوع اللي مخبركم عنه البارح اللي هو هم موضوعين موضوع واحد مال تبع بارجيل مال طب الاطفال مال لي هذا التي صغاريه وطريقه العنايه وعلم وخبر يعني مع اخصائي دكتور ودكتوره ان شاء الله لكن اليوم اعتذروا وقالوا نحن ما بروم لكن قلت في خاطري ما بخلي اليوم يضيع الفاضي سووا لي مع موعد مال تغيير المجرى هذا حق الوادم يعني ياخذون المعلومه من المصدر الرئيسي اللي الناس تستفيد منها فدكتور ما شاء الله عليه يوم بنوصل بخبركم بالعلم كله ان شاء الله مستشفى بارجيل مستشفى تابع حق شركات بارجيل يعني نفس الشيء اقولكم قدام روحي والله مشاهد ابوي الشيار لك اليلسه غاوي ما مش مضايج من اليلسه الشيار ها تعال أنا هذا شو بسار أنا ما أريد بسار لا أنا ما قلت لك هذا بسار أنا بسار ما أريد أنا أريد مال خيل مال هذا بحر مال خيل بحر ومن البارح مخبر إنك شو اللي خلاك تسوي لي بسار أنت قل سمك مالي أنا بتسوي مالح كم نمونة في البيت مالح عندك حين مالي بي بس كم نمونة في خيل وفي قباب وفيه رزيم وفي عندك بسار اربع نمونه ليش ما شاورتني؟ انا كلام مش انا اخر مره اسوي هذا اقول هي اوه يقول لك ما تتكلم شو مسوي انت؟ اخر مره اسوي هذا سمسم مجبز بس صغير اي لا اليوم خله بكباره وخله سوت حدث مشغول زين ثانك يو لبب لي الويميه يابسه ما لا تسوي عيش كنوة اوكي يلا قوم العرب ابوي كلها مالها مهره صدقاني اللي يقولوا العلبه معقوله هذا موجود في جميع السوبر ماركتات وجميع الاماكن هلا الفاشن فروت هاللي شارت البرتقال البارحي انزين لكن انا يمكن اني اعرفه شايفنه في على الرفوف ما ركزت عليه ما يلفت نظري يعني فاكهة غريبة يعني ما توقعت انها هي هذه اللي انا تكلت منها وهي صغيرونة وداخلها شيء حامض لكن هذه حجمها وايد كبير وحلو واحتوى بعمل من هالبطين يقول لي ابو محمد نحن ما شفنا الصغير نحن كلنا نشوفها الكبار في سبنس موجود عندهم من عشرات السنين قلت والله يا ابو كان ما ادري يمكن اخطف غير ما اركز على الاشياء
الأشياء الغريبة يعني أو ما لفت انتباهي أو ما حد أبوي ما يعرف. أنا أبوي في دولة الإمارات كل شيء موجود يا غير. أنا ما ركزت أو أني يوم أخذت في الجمعية أو في سبينس ولا أي مكان وين يبيعوا الفاكة ما يلفت انتباهي. أنا أبوي ما يزقرني الصفير ما يزقرني. أتوايب للشيء اللي يرزق هذا. أنا من استويت إيه والله. أتذكر وحدة من البنات الله يحفظها تمشي في مدينة زايد كنا وراها سيارة طاط. أقولها فلانة هالهرن بكبرة ما افتريتي طالع منو هالي دقلت هرن تعيد هبنا اللي يزقرها الهرن اللي يبي يزقرني بسمية ولا ما بفتر أنا يزقرني الهرن. الحين طرت علي والله يوكم مشتلين من جدة بيتنا لين جدة بيت دباه في طرف الفريج من هناك حرمة اسمها دباه يعلها الجنة. نشاهد بيت قوم سعد بن صلهوم ونحن نمشي سيارة أمريكي طاط حرن. وأقولها بنات ما طالعت على الأقل منه هاللي دق. قالت أبوي أنا ما يزقرني هذا عيب. لله العظيم إني ناسي هاي السالفة ولا طرت علي إلا. وأتذكر السيارة بعد كدلك لونه نبيذي. هب كدلك بيوك لونه نبيذي وكان يسوق مذيع. المذيع اسمه علي سالمين الله يغفر له كان ميت والله يطول بعمره. كان هاي كان مذيع الأول مذيع واحد ينضرب بالوصوف. هي والله يسمونه علي سالمين. هو مات هو حي الله أعلم به. الله عاد حبي يعفدون الأوليين كلهم بيتذكرونه. أنا ما أدري كيف طرع علي حينه. سبحانك يا رب. مزيد من المعلومات أبوي أنا مشترك في جروب. الجروب ما شاء الله 90% من أعضائه رقم كبير الجروب 90% من أعضائه كلهم مهندسين زراعيين إماراتيين ذو خبرة ومشاتل وعلم وخبر والعالم كله تستقي. يسوون مركز أبحاث عندهم في مزارعهم تبارك الرحمن. فالبارح واحد منهم يوم سمع الستوري مالي قال لي أبو فارق طيب بتوصل قورة باشن فروت. قلت له تظهر موجودة عندنا. قال نعم تظهر في الإمارات لكن يبغي لها تهيئ لها الجو اللي هو سوي لها مظلة وعريشته. شرات عريشة العنقور شرات عريشة العنب وحباية تحبي وساقها صلوب صغار يعني مش مكان ما تسوي يدوع تسوي مثل حباية لكن تسوي لها عريشة وثمرها غزير وزارعين هالجماعة من زمان. يا غير أنا أول مرة استخبر عن هالموضوع المزارعين ولو دريت ما عندي مكان أصلا وين بزرع. ما عندي مكان هذا أولا وثاني ما عندي مكان حق أشياء متسلقة. الأشياء المتسلقة تبالها مكان. أنا أبوي أعشق الهنبة أنا أعشق الحمضيات لكن 90% هنبة اللي أعشقها. يعني أنا عندي يعني يمكن ترى قبيلة الهنبة فصيلة الهنبة القبيلة كبيرة. ما أنا الحين عندي يميع لشير الهنبة لكن ما وحدة تشابه ربيعتها أنا هالشكل مختار لنا هالنمونة مختار لنا لأني ما أريد كم أنا أريد النوع. عندي من كل قطرة نقنية من جميع أنحاء العالم مسوي لهم تطعيم والتهجين وعزرايين وطحنة الزمان واللي بارك الله سبحانه ويضيع الله يحفظكم. أنا من الأخطاء اللي سويتها أنه مكران من يجي أي حد ييني يجلس وياه ويسولف وياه ويرمس عنده ولا لا لا وأحد أي حد ييب ذوابة دبيبة الدهنة ولا غريشة الدهنة ولا بزا يظهر لعند الباب يتعارف وياهم ولا لا. ترى أبوي يعني عدة اتصالات من صدقاني يقول أبو محمد نحن مكران حاشرنا بالمسجات. قلت لهم كيف؟ قالوا ترى ما أخذ رقم تليفوننا ويطرش لنا واتسابات كل يوم يعني يبقى يشلبهم شلابه ان انا ما ادري شو. انا ما اقطع نصيب حد يا غير. الادمي هذا لو في خير انا بخليه
أنا ما هي أنا بوك اليهودي آوي عليه، اليهودي البانيان آوي عليه، ما بارك إنسان مسلم حتى لو أنه ما يصلي، لكن صلاته في السنة حسن إبراهيم ذنبه له رب العالمين يحاسبه. غير أنا ما بسافر وهو في رياء، لو في رياء وفيه خير خليته والله يا أبوك مني ما تصور أي درجة أني متضايق على فراقه. يا غير أنا ما بخلي لي وده في البيت إنسان يتعاطى هاي اللي في النسوار ويجلس مدلخ مفهي 24 ساعة يرقد تحت الزراعة ولا يعرف شو يقول ولا يعرف شو ما يقول ولا يشتغل يحوص مكانه. شفتوا اللي يحفص ويلات، اللي يحفص ويلات مكانه يخمس وهو مكانه في الزراعة. سقيت لا ما سقيت ليش؟ يحط الهوز عندك الحين بابلارات تماتيك لا بالهوز ويغرج الزراعة كلها مياها. الحين اللهم لك الحمد من الله فكني من الحين من 3-4 شهور طاع شيركي كلي غني ياليل كلي غني ياليل. وحين الشيء اللي أنا الشيء اللي أخبركم عنه أنكم أنتوا لا تخلون أبوي بشاشيركم يتعرفون ويا العرب اللي يجونكم. سبحان الله ما أدري يعني ما أدري هل أنه من المفروض أن حد ينتبه حق الموضوع هذا ولا لا، لكن أنا لاني ما منتبه بيني وبينكم سوي التليفون الاولي يوم شفت عنده سناب دخيت تليفونه ومسحت لاني شفته متعارف ويا اللوادم كلها اللي يجوني البيت نشيت وسويت ديليت حق تليفونه حق الارقام وفكيت عملي بالصدع ودي ترى مسوي ابوي تليفونين نسختين مبيت ابوي على على سواد البيت. صبحك الله بالخير. Good morning. Good morning, sir. How are you? Fine, thank you. Everything good? Yes, everything good. Mr. Manhal, say hello for you. Who? Manhal, the one who was coming daily to repair my mobile. You know him? Yeah, say hi to him. Hey, I will say to you something very surprise. What is that? Okay. بعد ما تدري. You will go. What? Huh? What's that? I'll go, yeah. What? Ali. You will go to work in his house. Who? With the Minhal, with his family. I will transfer your paper to him. Why? Because I have 4 housemates. I need only 3. And I said to you, I will not send you back to your country. I will let somebody to take you. Where good. Is the place? Here in Abu Dhabi, he's a good guy, good family, small family. You will be very happy with him. Hey, Shuya, why? You, yeah, thank you. Which is good for you? You need to find a job? Or I choose for you good family? Which is better? I don't know, sir. No. I really don't know because I wasn't expecting this one. He's a good guy. He's a good guy. He will have a good salary and a good his wife. And I will transfer your Iqama, your visa, to his name. And you will be very happy with this family. They are very clean people, Muslims. Yeah, very good. You will be very happy. The same, this house. Because here, do you know, because I have now 3 housemaids. 4 housemaids. You are the 5th. Okay. And our contract, it was 2 years. But you said, renew, and when you come, you will find a job and I'll transfer for you. Now, I choose for you good family. If you will not going to be happy in his house, you can go back to your country. Because I choose for you this family. I can't let you go to another family because maybe they are not the same what you stay here 2 years. 3 years you are here? Yes. 3 years. Huh? 2 years. 2 years. You need to find a good house. No shouting, no gargar, no. Now I found this guy and his wife. 2 people and 1 small girl. Okay? Thank you. You happy? Yes, sir. Chadaba. Hi. How do you know to eat it like that? Yeah, because it's from my house, my country. Wallah? Yeah, this is like this. Wallah. Yes. What is the name in your country? I don't know.
In your country, your language. My language. Meru. Meru Guliri. Yes, Meru Guliri. Hey. Okay, now, after that, they eat it direct like this? Like this, you come out. Walla. You take the sakine through the water, through the juice. You wait, what, sir? Yeah, so touch like this. هذه الشكل هذه اوكي اوبن ليتل بيت داون تاتش لايك ذس يس لايك ذس ايت وذ ذا كفر نو ها لايك ذس سايت ويل كام اوت فور يو نوت كامينج اوت Now? Yes. It's coming out? Mm-hmm. Hey, والله صدقها. ترى شي عصرونه؟ شرات ما تعصر الهمبا. شرات الهمبا يا غير هاي يبها عرب الراد. اتوقع هذا اكيد انه في فايده بعد. Why I can't eat it with this one? Even this... you can eat it with it. Hey, why yes. not? Like children they eat like that. Yeah. شرات اللب مال الشخاخ. Okay, now you test one of these. Why to test? I know about it. You test. I will kill you if you touch no. it. What? Sorry. If you just touch it, don't give it to anybody. No, sorry. Even for madame. No for madame, no baby. Only for baba. Yalla, thank you. على فكرة أنا واصل من الصبح. المصور تو وياي. لو متفزر ورا. من الصبح أنا واصل. من الساعة 12 إلى 4 على الموعد. ترى عنده موعد مع الدكتور في مستشفى مديور يا غير المصور قالوا لي بني يبلك مصور قلت لا ابدا انا بجيب مصور وياي وها يلا بنوصل بكلمك بننزل يعني بخبرك اقول لكم المستشفى هذا اسمه مديور مديور هذا تابع هو ومجموعه المستشفيات مالت باردير كل تقريبا 17 الى 15 مستشفى موجودات داخل الدوله خارج الدولة عاد بالعشرات نفس الشركة مال في بي اس كل هاي يعني معناته مركز الرعاية الصحية وكل هالمستشفيات اللي خبرتكم عنهن بما فيهن بارجيل ومديور وكذا واحد اللي جيتن أنا وما زلت إن شاء الله بشرح لكم عن الأماكن اللي من غير كلهن كل هالمستشفيات تحت اسم مجموعة في بي اس للرعاية الصحية كلهن اللي تريتن مالات الأسنان ومالات العظام واللي في الدار واللي في المارينا وهذا اللي حين موقع وين هذا مديور مقابل سوق الذهب مقابل سوق الذهب بناية طولها طول عرضها عرض كل شيء فيها لكن أنا جاي لشيء معين اللي هو موضوع قص المعدة وتغيير المجرى تغيير المجرى وقص انا متعني عنوه على اساس الدكتور هذا كل حد يطري كل اللي يعرف شو السلبي شو الايجابي شو الانسان اللي يحتاجه شو تاهيل الانسان قبل ما يجي او يقبل على عمليه قص المعده لان في ناس وايد من جماعتنا سووا قص المعده حد تيسرت اموره حد ما تيسرت وحد منهم ابويا رد شرات الأول بأربع وديات فأنا جاي المكان هذا لجل أقابل الدكتور ذو الاختصاص ويخبرنا شو السبب اللي الناس شيء منهم ردوا وشو سبب حد من العرب يعني ما تيسرت له الأمور في العملية هاي شو اللي خلى أتيه الانتكاسة شو السبب الأخطاء اللي تستوي يخلي الإنسان يرد يمتن هو ياه وسوى العملية وتعب شو لجله لجل يخف منها شحوم هاللحوم وهل الكروش وهل يلود المترادفات يا غير اللي خلاه يرد لهن الشو خطأ الخطأ هذا نحن أنا يا زيارة حق الدكتور هذا لجل يخبر الوادم عن الأخطاء هذه الشائعة يا الله يحفظكم أنا وصلت عند الدكتور توفيق عطاء اللي هو استشاري أمراض السمنة وقص المعدة وتحويل المجرى وكل ما هو يترتب عليه علاج الإنسان من البدانة دكتور توفيق عطاء مساك الله بالخير إليك خليل كيف حالك؟ الله يسلمك دكتور
شو الحين اللي تشوفونه أنتم كدكاترة بالنسبة للسمنة بالأخص في دولة الإمارات؟ اللي عم نشوفه إنه صار في توعي أكبر بكثير، وصرنا كلنا كل المجتمعات لنا بضمن الدولة عم بتحفز وعم بتخلي عم بتوعي العالم على اخطار السمنه. هذا شيء جديد عم نشوفه خاصه اخر سنتين هلا. انزين، والحل؟ الحل هو الحل بيروح من الحل الطبي للحل الجراحي. مشان هيك نحن في عنا هون فريق متكامل من عدد اختصاصات لنعالج السمنه، من العلاج الطبي للعلاج الجراحي. وشو الاخطاء اللي يطيحون فيها العرب الناس اللي انسان اللي قبل ما عشان تقابله انت كدكتور مش مفروض ان حد يسوي التهيئه؟ طبيعي طبيعي، نحن مشان هيك المريض بناخذه من اوله لاخره، بنشوف شو المشاكل اللي عنده من المشاكل النفسيه، يعني اكيد بناخذ المريض كمتكامل، بنشوف شو المشكله عنده لنقدر نوصله للنحل. فلا في تكون مشاكل نفسيه عم تؤدي لزياده الوزن، في يكون في مشاكل طريقه الاكل معينه، اكل الليل نحن كلنا بنعرف انه ناكل كثير بالليل، وفي اسباب مختلفه. زي الدكتور حد من العالم يقول لك انا ما يجيني نوم اذا ما باكل في الليل. طيب مش هيك، بدل ما يكون الاكل هو الاكل اللي منه صحي، خلينا ناكل الاكل الصحي. ايوه. ليش بدنا ناكل عيش ولحم بالليل؟ ليه ما ناكل طبوله وسلطات وخضار فواكه؟ فعليا ما بيهم نوم. ما بيهم دكتور قاعد بياكل. بحياتك هي بدها تبلش قصه بقرار. وقت يكون القرار موجود، قرار انه بدنا نطوي صفحة الوزن الزايد وبدنا نكون صحيين، لانه كثير مهم بدنا نحافظ على حياتنا وطول عمرنا، لازم ننتبه له تفاصيل معينة، لازم نعيش حياة صحية، والحياة الصحية بتبتدي بقرار وبعدين تنفيذها. هون بصير نغير ونشتغل على تحسين نوع الأكل، تحسين الراحة النفسية، نحن بنعرف انه وقت ما يكون في راحة نفسية بطل الأولوية الضعف والنحف بطل أولوية، بس أنا عرفت. فمش هيك في عدة نقاط لازم نحسب، في المشاكل الصحية اللي بتجي مع البدانة، ما تنسى وقت تكون في داء السكري، إذا ما عالجنا السكري وانتبهنا على تفاصيل معينة طبية المريض منه لحاله رح يلجأ للأكل المش منتظم. ففي لازم المعالجة تكون من نواحي مختلفة. دكتور كيف الواحد يقدر يود نفسه؟ يا أخي النفس أمارة بالسوء، كيف أنا أقدر أيود نفسي عن الأكل؟ انا مثلا اكل بشراهه، اكل بشراهه واحب الاكل. مش هيك، هي هون هدف، في شيء توعي، في شيء بنسميه نحن هيلث ادوكيتور، يعني الشخص اللي عم بيوعيك على طريقه الاكل. هيدي نقطه كثير مهمه. كيف لحلك الفكره اول شيء الاكل السريع. مثلا وقت نكون عم ناكل بطريقه سريعه، عم بتدور التلفزيون قدامك تكون عم تاكل. بالعكس لازم وجبه الطعام تكون على المائده، وعم ناكل على ناكل على مهلنا. دائما مثلا مضغ، لاحظ انه وقت ناكل هالاكل المسائي اللي كلنا بنمرق فيه الاكل بشراهه، شو بيكون عم بيصير فعليا؟ بنكون حاطين صحن قدامنا مركزين على موضوع ثاني وعم ناكل بطريقه سريعه، مش عم حتى عم نستطعم بالاكل. ايوه، فالفكره هذا اللي صاير. شو هذا اللي عم بيصير؟ هذا فعليا بيصير. فمشان هيك هون لازم اهميه الهيلث ادوكيتر، يعني في عندنا صبيه هون هي بتنسي الموضوع، بتعلم المريض كيف بده ياكل كمان. مش بس الدايتيشن بتقول له حرام هالكول هالشغله وما تاكل هالشغله وهيدي فيها وحدات حراريه هيديك ما فيها سعرات حراريه، لا كمان بدنا نعرف ناكل. هيدي نقطه من هيدي مشكله. الانسان يقول انا عايش عيشه وحده، ليش انا احرم نفسي ملذات الحياه؟ انا لحقناك بطريقه ثانيه، بما انه عندك العيشه الوحده، ليه ما بتكون صحي وبتطول من عمرك وبتعيش حياتك بطريقه مريحه اكثر؟ ليش بده يكون عندك ال 40 50 كيلو حملهم على كتفك كل يوم مع وجع المفاصل، مع ضيقه بالنفس، مع نشاط على كل انواعه؟ دكتور شو الاوزان اللي جك وسويتها وطلعت؟ اكثر وزن عملت له عمل جراحي هو بمستشفى مديور هو 216 كيلو. ما شاء الله. وصار في عندي شاب 270 كيلو ما شاء الله عايش بالسعوديه، اجى لعندي على مديور. هلا عم نشتغل عليه طبيا لننزل وزن لنقدر نعمل عمل جراحي، لانه في وزن معين بيكون في خطر، العمليه بتكون خطر ما فينا نعمله اياها. في تحضيرات عم بتصير هلا لننزل وزنه لنقدر نعمل له عمليه جراحيه. وشو راح يكون دكتور بعدين؟ شو نصيحتك من تنصح اي يسوي العمليه؟ وشو نوع انواع العمليات اللي عندكم؟ تغيير مجرى وقص معده وتصغير، وشو يفرق هذه عن الثانيه؟ وشو تنصح الإنسان متى يسوي عملية القص أو تصغير؟ هلا هي أول شيء يا رب كل هالأسئلة ما علي الدكتور، ما أدري كيف ين علي مرة واحدة. هلأكني فيهم. الله يخليك. هو فعليا أول شيء لازم نعرف البدانة هي مرض، نحن
نحن عم نعالج البدني، عم نعالج مرض، مش عم نعالج لنجمل اكثر. نحن بس لقلك الشخص البدين بيكون وجهه اجمل من الشخص الضعيف، اكيد هذا ما طرفنا عليه. فمشان هيك بدنا ناخذ البدني كمرض مش لاهداف تجميليه، هيدي النقطه الاساسيه. من بعدها هون بيكون في اكيد بنحكي مع المريض، بنشوف شو المشاكل اللي عنده، شو المشاكل اللي وصلته لهالوزن، بنشوف نعالجهم كلهم، نحضره. اذا المريض فينا طبيا نعالجه ونزل وزنه ومنه بحاجه العملية، اكيد ما بنعمل عمليه، ما له لزوم العمليه. اذا كان خير مش مضطر واحد ينحرم من طريقه اكل معينه او يضطر ياخذ فيتامينز، كلهم هم مش مضطرين له. اذا وزنه ما بيسمح، واذا قدرنا عالجناه بلا العمليه. الأشخاص اللي ما بنقدر نلاحظ إنه وزنه ما بينزل أو في خطر حقيقي على حياته، خاصة إذا مؤشر البداني أكثر من 50، ساعة الأشخاص اللي بنسميهم سوبر أوبيز اللي وزنه كتير كبير، هو أشخاص أكيد لازم نعمله عملية وبسرعة. ساعتها هون علينا كأطباء نختار العملية المناسبة. مثلا عملية تصغير المعدة رائعة عند الشخص اللي بياكل كمية أكل كبيرة، بس ما لها معنى عند الشخص اللي بحب الحلويات اللي بيكون بنسميها بعك او عم يلق مش كل النهار، يعني عم قاعد كل النهار حاطط قاعد بمكتبه وعم ياكل شوكولاته. يا سرطان ما تشوف عينه. مزبوط. هيدا الشخص اذا عملت له اصلا معده رح يرجع يتخن. وهذا اللي عم نشوفه هلا الصراحه. عم يجيني شو الحل؟ الحل ساعتها نعمل عمليه التحويل. في لانه في خوف شوي صغيره من عمليه التحويل، بفكروا انه عمليه الاشخاص بفكروا انه عمليه التحويل هي خطر، او هي هيدا المريض بده ياخذ فيتامينز كل حياته. انا بقول لك انا بفضل، انا شخصيا اذا انا كنت بدين وبدي اخذ فيتامينز كل حياتي بفضل اخذهم على انه ياخذ دواء السكر ودواء الضغط ودواء الكوليسترول والقلب ولا لا لا وتفشل عمليه القص. مشان هيك لازم نعرف نختار، هيدي كثير نقطه مهمه، نختار العمليه المناسبه للشخص المناسب. الشخص بياكل كميه اكل كبيره على وجبه الطعام عمل له قص معده ما في مشكل، بس الشخص اللي بحب الحلويات وبيعك كل نهار اكل اكيد لازم. بالنسبه لي انا اول مره اعرف هالمعلومه، ان يعني كل شخص على حسب شو ياكل. انا كنت يعني انا حاط في بالي ان الواحد متين بس راح قص معده ضعف. ما هل مش مظبوطه؟ غلط هالمعلومه صح؟ هالمعلومه غلط، لانه قص المعده مثل ما قلت لك بتشتغل عند الاشخاص بنصغر لهم معدتهم، بنخليهم من كميه اكل كبيره كميه اكل صغيره. بس عند الاشخاص اللي ما بياكلوا كميه اكل كبيره اللي هن عم بيعكوا، ساعتها لازم نفكر بخيار ثاني هو عمليه الدم. لان اكلهم حتى لو يقول والله انا ما اكل شيء، لكن انا اكل كم حبه تمر يعني. لكن ليش المتن هذا الحجم اللي هو فيه؟ اتضح ان التمرتين هاي او الثلاث لازم ياكل وحده بدل ما ياكل ثلاث. بدنا نحسب السعرات الحراريه. ايوه، لانه التمر او البقلاوه اذا اكل حدا حبتين بقلاوه كانه اكل صحن عيش ولحم، عرفت شو قصدي؟ ايوه. فهيك بدنا نفكر نحن. هيدي اول شغله، بس نحن في عندنا اعتبارات طبيه كمان بنفكر فيها وبخيار العمليه. لانه الشخص اللي عنده مثلا خيار شغله ثانيه بناخذها بعين الاعتبار، هي الشخص اللي عنده ارتجاع اللي عنده حموضه. هي اذا بتعمل له سليف الحموضه بتزيد لدرجه شو السليف دكتور؟ بتعمل له القص يعني قص المعده. الحموضه بتزيد لدرجه انه بصير بينام وهو قاعد. فهون بدنا عرفت، فمشان هيك مش كل الاشخاص اللي بنعمل لهم قص المعده. هيدي نقطه كثير مهمه المريض لازم يعرفها. ايوه يعني مش الا تعالوا قص. لا ابدا ابدا. في دراسه يتدرسون حاله المريض، هل هذا يبغي له قص أو تحويل؟ وبالتحويل في نوعين، التحويل المصغر والتحويل العادي. شو الفرق بين هذا وهذا؟ هي التحويل المصغر فوائده إنه بناكل أحسن وبنضعف أكثر. أيوه. بالتحويل المصغر بعكس اسمه، التحويل المصغر فعال أكثر من التحويل العادي. سبحان الله. التحويل العادي بيعالج الارتجاع، التحويل المصغر بيزيد الارتجاع. أيوه. فهون هون عم بقول لك في اعتبارات. دكتور الحين ياكل المريض، نحن اتفقنا كل انسان متين مريض 100%. المتين يعني المتن الفاحش اللي وزنه فوق ال 90 و80. لا اتشرح بالموضوع. تفضل. لانه الوزن مش بس بعدد الكليات الموجودين، ها هو الوزن كمان بالدهون الموجوده. اعطيك مثل اللي بيعملوا كمال الاجسام بيكون في عندهم كتله العضل كثير عاليه، كتله الدهن بتكون اوطى. أيوة. بيكون وزنه عالي. فمشان هيك كمان نعتبر انه الشخص المتين هو بس على الوزن، الشخص نعم. الرياضي رح يكون بيوزن اكل بيوزن كثير. سبحان الله. عرفت، فهيدي كمان لازم ننتبه لها. بس صح لك المعلومه انه كثير مهم وقت نجي عند طبيب السمنه مش بس ناخذ وزنه الرقم 110 115، بس لازم نعرف من هال 115 قد ايه في دهون وقد ايه في عضل. يعني في اشخاص بنيتهم فيها عضل. هي نعم عمالقه او عظمه متين بنيته بتلاحظ
عشان هيك في عيال بتلاحظ انه كلهم بكتاف عراض. عيال يعني عوائل. عوائل يعني. بعاد. يعني عيال مش غلط؟ عيلة يعني. هي عوائل. ايه عوائل يعني. عوائل. كله عربي يعني. بارك الله فيك. زي والحل دكتور؟ الحل كنا لما عم نحكي انه قديه اهمية من بعد هالعملية الجراحية. بعد ما نشوف هالمريض ونعطيه الخيار المضبوط نشتغل نحن وياه لننزل وزنه. اهمية المتابعة. لانه الشخص ما بيتابع حاله. لانه بكل عائلة من عيوننا كلهم في حدا عامل عملية بداني. فهون اهمية نتابع هالمريض. نعم. لانه من ناحية الفيتامين بدنا نعرف انه قص المعدة او التحويل اثنيناتهم بدون فيتامين. لازم يكون في متابعة. طريقة الاكل كثير لازم مهم. المالتي فيتامين ولا فيتامين معين؟ في بالنسبة لقص المعدة اهم شيء نحن بهمنا الفيتامين بي 12. بس في فيتامين ثاني لازم نرجع نشيك عليه. اكثر شيء بينقص فيتامين بي 12. بس في يكون حديد ناقص، في يكون فوليك اسيد ناقص، في كذا شغلة معقولة. دكتور المتابعة لازم بإلحاح وإصرار من الإنسان اللي سوى القص، لازم يتابع نفسه صح؟ أكيد. لأنه الفكرة هي مش إنه عملنا العملية لنقدر ناكل، عملنا العملية لنغير حياتنا، لنحسن نوعية حياتنا. لازم يكون الإنسان مقتنع من الأول من الأساس إنه يعني أبغي أشتل أنا، أبغي أتغير أبوي من فيل إلى ظبي صح؟ مظبوط. هذا وايد ضروري يكون لازم موجود عنده. لازم موجود. مشان هيك عملية البدانة واحد، بس في معها طريقة الأكل، طريقة الحياة، اللايف ستايل، شو عم بيعمل بالنهار؟ هل في مشي، في رياضة، في حركة، ولا بقيت الهمود والشغل الأوفيس والروحة على البيت النوم؟ يعني في طريقة حياة لازم تتغير، مش بس نعمل عملية جراحية، لازم نعمل عملية جراحية مع الزوايا تبعها اللي هي بتحسن نوعية المكملات العملية. مكملات أكيد. دكتور كم لك في الإمارات وكم لك في هالمجال هالاختصاص؟ أنا كنت لأنه درست الجراحة بفرنسا، فأنا مخرج من 2004. أول عملية بدني عملتها لإلي لمريض لإلي بال 2005 بأيار شهر 5 2005. وين كانت؟ بباريس. ما شاء الله. نعم. خبرنا دكتور عنك، أنا ما أعرف عنك أي معلومات، بس أنا نصحوني إن أي عندك أنت خلفية وايد عن العمليات، شو تنصح الناس فيه وطريقة سلاستك في التعامل مع المرضى اللي يجونك؟ فلذلك أنا اخترت أني أجيك أستقل معلومات من عندك، لأن رغم كبير من جماعتنا وصدقاننا وعيالنا وبناتنا مسويات قص، لكن ما عندهن خلفية ثقافة ما بعد القص وما بعد تغيير المجرى. أول شيء أنا بشكرك للصراحة. جزاك الله خير. وسامحني دكتور طريقة كلامي معك مفروض تكون إعلامية، لكن هذا اليود من ما جود. بالعكس أنا فعليا صار لي 3 سنين بالإمارات. جيت على مستشفى ميديور، أول شيء عملت اشتغلت 6 شهور برجيل، بعدين جيت على ميديور، وهي للصراحة خبرة رائعة. تعرف على شعب طيب الحمد لله. أنتوا ناس طيبين. الله يخليك. يخلي. بيحكوا عن أكلنا كمان طيب. هي يا سلام. فكنت عم بقول لك انه اول عمليه بداني بال 2005 وصار لي من وقتها يعني اشتغلت بفرنسا، رجعت نزلت على لبنان قعدت 6 سنين 6 سنوات بلبنان، وهذا صار لي 3 سنوات في حصر لعدد العمليات اللي سويتها في الامارات؟ هي فعليا انا عم بعمل بين 50% بالامارات. ما شاء الله. بعد يعني ان شاء الله على تزايد. السنه الماضيه عملت 62. ما شاء الله. شو نتائج هن دكتور؟ في حد سوى شيء سلبي او غير المنظور اليه؟ يعني مش هو اللي كنت تطلع له. هي الامانه مش هون اللي بهمني النقطه ولا لحلك عنها. انا بهمني اشرح للمريض فوائد العمليه ونتائجها والمضاعفات تبعه. عشان هيك كتر خير الله يحميل المرضى ما صاير معي مضاعفات كبيره، لانه بشرح للمريض كل التفاصيل لنتفادى المضاعفات. أيوة. المريض اللي بيعلم وبيعرف شو ناطره بعد العملية هو المريض اللي ما بيعمل مضاعفات. ساعات اللي بقوله للمريض نحن بنخاف من جلطة الرئة، بنقول له إذا بتريد بدي إياك تمشي بعد العملية لأنه في مخافة من جلطة الرئة، هيدا المريض رح يمشي. فأنا بشتغل الصراحة على هالطريقة، هيدا اللي بهمني يكون المريض على علم بكل شيء قبل العملية لتكون عمليته ناجحة من بعدها. أيوة. شو يعني جلطة الرئة دكتور؟ شو جلطة الرئة هي بتنتج قلة الحركة بعد حيل العملية جراحية. كلها متعرف عليه أي عملية جراحية في العالم. الإنسان اللي ما يتحرك بعد العملية يتعرض للجلطة. أيوة. في الكون كامل يعني مش ضروري العملية هذه. بس
بس لانه المريض اللي بيجي لعنا كرمال يحسن حياته بعد عمليه البدانه مش مقبول لنحمي المريض من هالمشكله. ساعتها فسر له للمريض انه في عنا لازم نمشي 3 ساعات من بعد ما يوقع بعد العمليه الجراحيه. بدي اياه المريض يمشي، بدي اعطيه دواء مسيل للدم، بنلبسهم جوارب سبيشل معين كرمال يتفادى هالموضوع. فمثلا هيدا لاعطيك مثلا فكره عن هالموضوع، عن هيدي جلطه الرئه. في مشكله ثانيه مثلا بعد عمليه البدانه هي التسريب، عشان هيك هون اهميتها تسريب شيء فيه يكون كثير بسيط، بس اذا علمنا فيه، اذا المريض خبرناه شو هن العواري واجى لعنا اول ما تصير. يعني اللي تقصد دكتور لازم المريض عنده خلفيه عن شو اللي بيستوي في حياته من بعد العمليه. اكيد انا مشان هيك ما بدي المريض يجي لعندي بعد 5 دقائق يكون حجز العمليه وعمل العمليه، ما بهمني هيك. لانه بالعكس هذا المريض اصلا تفشل عنده العمليه. رح يضل من عمليتي بعد، اذا بحب الشوكولا بالاسبوعين الممنوع ياكل الا سوائل، رح يدوب بالشوكولا وياخذ الشوكولا. مشان هيك لازم تشرح له للمريض شو ناطره بعد العمليه ويتقدم معك درجه درجه. لانه المريض يكون مقتنع، مقتنع وعارف شو عنده، عارف شو عم بيعمل. سبحان الله. وصدقني صدقني في كثير عالم مثل ما قلت لك باول ما حكينا بيجوا كرمال تجميل. المريض لازم يعرف انه جاي يعمل عمليه كرمال يغير حياته، كرمال تتحسن صحته، والعلم بكل البروسس كل اللي بده يصير معه خلال هالعمليه وبعد العمليه كثير مهم. هذه نقطه صدقني بتخليك انا بقناعتي هذه بتخليني عم اشتغل انا للبعيد بالامارات، مش عم بشتغل لاعمل كم عمليه وفل بعدين وطلعت مصاري. هذه مصداقيتك اصلا، مصداقيه الطبيب هو علاقته مع المريض ويكون صديق للمريض وعم يتابعه بكل مرحله. جوك مرضى وايد دكتور، يوك مرضى وايد وما سويت لهم عمليات؟ وحياة عيوني في كثير مرضى خطأ عملوا العملية صدقني. سبحان الله. واللي عم يسمعك واللي حدا ماري عندي ورفضت له العملية بيعرف، مش رح احكي عن زملاء بس راحوا عن مستشفيات تاني يمكن عملوا. شو سبب انك ترفض تسوي لهم عملية؟ اذا وزن، لان انت اختصاصك انك لازم تسوي عملية. رح خبرك الخبرية. تفضل. اجتني صبية رائعة، هي ووالدتها. الوالدة جميلة جدا، البنت سمينة ووجهها كثير حلو، بس صار عندها سمنه مفرطه. من حديثي وقت قعدت عم بحكي انا وياهم على الاسباب حسيت انه في عندها مشكله شخصيه هي وامها. كل ما نتقدم بالحديث الوالده تجاوب، بدي الوالده تتذمر على طريقه اكل بنتها، على طريقه حياتها. نعم. باخر المطاف وقفت قلت لها بفضل اكيد قاعده كان طبيب نفساني، واللي احنا بنعمله اصلا بالعاده دائما طبيب نفساني لازم يعطي رايه، وحكيت مع الطبيب النفساني وصدقني البنت ضعفت بلا عمليه جراحيه، بس لانه في عندها مشكله هي مشكلتها مع امها وغيرتها مع امها. يا الله. كانت البنت عم تاكل لتاذي امها وتزعج امها صدقني. وهلا البنت ضعفت بس بالعلاج النفساني. سبحان الله. اذا عملت لها عمليه يمكن كنت طلعت مصاري لمديور وانبسطوا مني. بس بالاخير عم تكون رب العالمين. انت تخاف من الله. الانسان لازم يكون فيه مخافه من الله. بس صدقني استفادت من علاج النفساني اكثر من العمل الجراحي. سبحان الله. وهذا مثل صغير لخبرك قد ايه كثير مهم انه نعطي الوقت للمريض، لانه بتكتشف حياته للمريض وقت نسكر هالبيت صرنا بعالم ثاني عم نفوت على حياته للمريض وعم نكتشفه. لازم نعرف لمين عم نعمل عمليه وباي ظروف عم نعمل عمليه، هي كثير مهمه. سبحان الله. دكتور شكرا جزيلا. وبارك الله فيك. هل في شيء تقدر تضيفه للناس عشان الناس أكثر تستفيد من حواري معاك ويلستي حين دقائق، لكن آلاف مؤلف اللي راح تستفيد من هالموضوع. بديك دكتور خبرني شو اللي خلاك تي أبو ظبي دونا عن كل البلاد أو دولة الإمارات؟ أنت كنت في فرنسا، شو يابك؟ بدك الأمانة الصدق واللي الصدق والأمانة واللي حلك إياهم هلا. صدقني الحياة بدولة الإمارات أحلى quality of life، ما بعرف بدي أقول لك إياها بالعربي، بس صدقني ما في راحة بتعيشها مثل بدولة الإمارات. عم بحكي الأمانة صدق. نحن يوم نسافر فرنسا ولا نسافر إيطاليا ولا لندن ولا أي بلد، أنا توني جاي من نيويورك يا رجال 5 أيام كأنها 5 سنين. ما بنا قضية انك انت بلدك ما تصبر عنها يا اخي، هني نحن غير كل شيء مختلف عندنا، كل شيء في الدنيا لذة الحياة صدقني. سبحان الله. هون بتعيش العمر عمرين عن جد والله. اللهم لك الحمد. صار لي 3 سنين مبسوط. اللهم لك الحمد يعني
بديك تسأل مرتي شي نهار سبحان الله بدي عارفك على مدامتي تسألها شو تغير فيها ثلاث سنين اللهم لك دكتور نحن المستشفى حين اللي نحن فيه هذا وايد كبير شكله بلاد كم مكبر بناية عودة شو هذا بس ما التحويل المجرى عندكم لا هو للصراحة مستشفى فيه 25 اختصاص في 80 طبيب مستشفى فيه سوبر سبيشاليتي يعني اختصاصات متخصصة يعني مثل شو الشيء جراحة البارياتريك البداني تبعيتي جراحة الأعصاب المسالك البولية في عنا النيوناتولوجي اللي هي الحديثي الخلق مشاكل حديثي الخلق في عنا إنعاش لأنهم سبحان الله العكس هي أنا بحسها مستشفى في ناس وايد ما تعرف عن المستشفى بلشوا العالم تعرف بكل صراحة بشوف يعني في عنا بالنهار معدل الاستشارات بتصير 750 ما شاء الله بالشهر عنا 350 عملية ما شاء الله بالعكس مستشفينا على تقدم يعني وحضر بتشوف برا عالم هي شفت سيطة حلو وسيارة الإسعاف شكلها غريب مالتكم يعني بلو ملكي مش أي بلو أيوة تستحلي اثنين فيا عشوائي جزاك الله خير دكتور شو تبي تعال تقول لي الحين قبل ما أظهر أنا أول شيء بدي أشكرك على زيارتك جزاك الله خير الله يرحم والديك شكرا وإن شاء الله نكون فدنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور وبارك الله فيك وما أدري ما أدري شو اللي يعجز اللسان عن شكرك إيه والله يعني أنا وايد مبسوط باللقاء معاك وكلامك ممتع وشيق وخفيف طينة ودكتور دم خفيف وفنان أخير عن دكتور دم ثقيل وما يتشاهد إن شاء الله تكون فاهم شكرا دكتور بارك الله فيك تحياتي مع السلامة دكتور أنا قلت الكلام هذا شو لأجله لأن الدكتور روحه اسم الدكتور ما ينهضم يبغي لك بالدي ما يلا يلا ترون في رعه يعني لكن الدكتور اللي قدي دمه خفيف هذا تخف معاناة المريض انه يرمس وياك انا حين ما في بدانه لكن ما عندي مشكلة كان بسوي لي قص ولا بسوي لي تحويل شكرا شكرا دكتور الله يرحم والديك يخليك مشكور وجزاك الله خير شكرا شكرا دكتور تقدم الى حجره ياسين بوي قايسون اللي كان فيه من الفات بالصراط عمري 170 السكري من بدا معادل الفات لازم نشتغل عليهم 29 كيلو 29 برسنتج الفات يعني قد ايه في عندك معدل الدهون بالجسم وايد لازم ننزلهم ببتدي اكرهك دكتور لا استاذ احمد مجدي مسؤول خدمه العملاء في مستشفى مديور انا اشوف صالتين هاي شو تبع صاله هي صاله ثقه للرجال والحريم هاي وحده الرجال وحده النساء زين تمام هاي مصرحات اللي منو اللي بيجيك بحق اللي معاه طاقه ثقه معاه طاقه تامين ثقه تمام بيكون في شخص عربي قاعد في الريسبشن نعم موظف تسجيل نعم. هو بيسجل كل المواطنين المسؤولين اللي معاهم طاقه ثقه تمام التسجيل بيكون بيتم بسرعه وبيكون في واحد من الكاستمر كير بيساعد المريض لحد ما يدخل عنده اللي عنده ثقه اللي عنده طاقه ثقه اي يعني هاي معاملته تختلف عن معامله اي انسان ثاني بالضبط بيكون منطقه الانتظار في اي بي يعني قصدك بالضبط وهذا مثل اللي في بارجيل قصدك زي اللي في بارجيل وكليفلاند ايوه فبيجي هنا بيتسجل والكاستمر كير بيساعده لحد ما يدخل عند الدكتور مشكورين وما قصرتوا شكرا شكرا جزيلا استاذ احمد مجدي شو اللي بي عندكم حق اي شيء كان يبقى شو البطائق اللي مطلوبه احنا بنقبل جميع البطائق الموجوده داخل الاوساط يعني ثقة إذا ثقة كان المراجع أو المريض إن كان من أبو ظبي من الفجيرة من دبي من العين كل أنحاء الدولة صح؟ كل بنعمل كل بطاقة تأمين سواء ضمان ثقة أي بطاقة إحنا بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا أنت مصري؟ أنا مصري أيوه يا رجال أحمد ساعتين أشوفك وراي مصري ولا تكلمت ولا كلمة أيوه مصري كلام شو يعني اوكي كيف يعني ليش ما تتكلم بتكلم اهو
وليش ساكت من الصبح؟ لا ما فيش حاجة. انت متأكد انك مصري؟ متأكد مليون مصري ما يتكلم. سبحان الله سبحان الله رب العالمين. توش عديتيها الحين انت كيف؟ انا انصدمت يوم شفت جايتني. انا جيتك لاني اسمع صوتك، فانا جيتك عن طريق الصوت. انا البصر عندي قليل جدا بس قليل، يعني انا حابك نفسي الحمد لله. سبحان الله وكل شيء الحمد لله. اللهم لك الحمد. بس سمعت الصوت قلت يا ربي هذا دائما انا اسمعها عن والده تتابع ليل ونهار ما شاء الله. حلو تدري انه هو عندي ابني تقول لك يوم روح وياك. الحين انت ما تشوفين؟ لا اشوفك بس خفيف. فاتك نص عمرك انا وايد حلو. لا لا جميل ما شاء الله. الحين اشوفك الحين انت عدالي خلاص الحين اشوفك اوكي ما شاء الله. انت من دول المدينه يعني ما شاء الله ما شاء الله يا الله يحفظك. سوري قاطعتكم انا اسفه. ما عليه ما عليه يا الله يحفظك بنتي. فرحت اني بيجيك اصلا. مشكور. الله يسلمك ويعافيك يخليك ان شاء الله. يا رب يخليك يا ربي. داومين؟ لا لا انا بيتوتي بعد بس زين افتكيتي. الحمد لله. انا جايه هنا. انت ليش جاي هني؟ انا جاي اعالج الدكتور نفسي. مش لاني مريضه نفسيه. بسم الله. لا احب حتى الانسان مريض نفسيا مش عيب ولا بغلط. لا لا صح بس انا جيت انا احب هذا المهنه اول شيء احب الطب النفسي. سبحان الله. فجيت عشان اقوي نفسيتي وفي نفس الوقت اخذ دراسه من عنده. ما شاء الله عليه. يعني هو يوم يعطيني اوراق يعطيني كل شيء يقول لي مثلا روحي البيت اقراي هالاوراق انا اخلي اللي عندي يقروا لي اياهن استفيد احفظ. ما شاء الله ما شاء الله. وين ساكنين انت؟ انا ساكنه هني في ابو ظبي شارع القطاع. ما شاء الله. وانا وحده مو بالضبط. ما شاء الله عليك. يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مشكوره مشكوره ساكنين عاده. لا انا اللي مسموح لاني قاطعتكم. لا لا كله بس قلت لازم اروح له. الله يسلم شكرا شكرا على عافيتك. تسلم اخوي تسلم. الحين امك ياسر طالع؟ هي ياسر طالع اكيد اكيد الحين اسكت. يلا السلام عليها. الله يسلمك. مع السلامه. اسمك؟ ما شاء الله بخيت 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 ما شاء الله عيشة بخيت. وين ساكنين بختو؟ ضربي. وين أي مكان؟ وين الضروس؟ 24 ساعة ترى مفاتحين أبوي المستشفي. 24 ساعة في الأسبوع، كل أسبوع سبعة أيام كل يوم منهن 24 ساعة فاتحين. وهذا أبوي اسمه المستشفى مديور مقابل شو مقابل وين؟ مقابل سوق؟ مقابل في مدينة الداير؟ ايه؟ مقابل الأوقاف. مقابل؟ الأوقاف. الأوقاف ومشاهد بعد سوق الذهب. أيوة الطرف الثاني. وعدالكم طيران الاتحاد. أيوة. اللي أمس فاتحين ومسيرين رحلة حق باكو. أيوة. هي تعرف باكو وين؟ عاصمة أذربيجان. ساعتين ونص للي بيصير ويكند. شفت جاي؟ عصفورين بحجر. شو اسمك أنت؟ سويلم. سويلن؟ أيوة. يا رك الله يا سويلن. شكرا يا سويلن. شكرا بارك الله فيك. Thank you. ترى حتى هالبيت يستادون من اللي مسوي عملية تحويل مجرى ويسوي عملية القص. ترى يدخل في حالة غيظ دائم أدنات الدون يضارب الذباب اللي خط قدام خشمه. يغدي مضيربي ويغدي شري يغدي ما يقهر رمسه ويغدي نقام ويزعل من أدنات الدون ويغدي انفيس نفسية. شو أمور وايدة تمضي عليه الإنسان اللي يسوي عملية القص. يا غير لازم المريض قبل ما يقدم على العملية هاي لازم يأهل نفسه، لازم يدخل في ثقافات يدرسون يقولون لنا شي بيستوي بك هبي خلونا زرع الله وعلى الله. وايدة العرب اللي فقدت أصدقائها تموا الزاعلين ويا حريمهم ويا هاليتهم والسبب الشو حتى ويا اخوتهم ويا اقرب الناس في العمل في الشغل في التجاره يتغدي حتى طريقه تفكيرهم غير لانهم ما حد اهلهم قبل العمليه. يعني انك انت تاهل المريض هذا واحد روحه عن مليون علاج وعلاج. انك انت تاهل الشخص هذا اني غدي لان تقنعه اول شيء وتفهمه ان شيء بيمضي عليه في حياته ولازم يعرف ان المشكله ما بمنه، المشكله من وضعيته كامله جسمه كله بيختلف. انسان ضاري يا سرطان ما تشوف عينه فجاه لازم قرص ارحمه تشوفه ولا تطعمه. لازم بتغيير نفسي عيالنا بيودون عني غداي بيقولوا لي والله لا تاكل هذا كل هذا بين. والله ما غدي نفسي بغدي واحد أشد عن النفسية. وصلت البيت الله يحفظكم وشربت شوربتي وكلت سلطتي
ويابولي فوقت الكنوة اللي على مالح البسار، فوقت الكنوة اللي على مالح البسار. كلت الصحن الأولي على فكرة يعني، وهذا الصحن الثاني كان مهان علي. ما أرويكم شو سالفته. سالفته يعني إذا شيء ينضوي كله في الدنيا فيه، وعايبني ويازلي أكثر إن لحجنة شوية حريج يوم تبسوا عليه ووقف متجميش دخلوه في الفرن، فأخذ من ويه هذا الصحين هذا المال الفرن، غدا ويهه كل حمر وشد لطمته الويه القبلاني، وما هان علي ما صوره غمضني. فقلت في خاطري برويكم يعني شيء فنان، كان مالح ولا ربيان ولا اللي هو يعني يغدي ويه how are you madam thank you thank you. يوم يغدي ويه اللي خاد منه شارات اللي في علاقة من فوق، العلاقة اللي تحت نحن ضارين عليها ونعرفها، يغير من فوق ويه الجدر وفي علاقة بعد يغدي ويه الفنان. لكن هذا مال طباخ منه فرن فرين ثلاثة، جدر السركال جدر العود يعني جدر رئيسي، هذا وايد طلع لذيذ وفنان يعني. هذا الحراق هذا وايدين والله يقولون ما ابغاه، ونحن عدنا يعيبي ناس يقولون ما يعيبهم الاشياء اللي فيه لهجنا شويه حريج، انا يوزلي يعيبني فنان وغاوي عيبني. قلت في خاطري ارويكم فوقه الكنوه اللي على مالح البسار. طبعا ما زين شوي حاف، لا في دهن لا في همك الله ولا هم يحزنونها. لذيذ. كم هي؟ نو نو اي ويل كم. اقول لك This is from Syria, the people. Uh-huh. Okay. You have to know how to do kibbeh, kibbeh-niyeh, kibbeh-niyeh. They will teach you. Look, I will say to you what they're going to do. Stay with his wife 6 months, 8 months until she teach you how to talk, how to cook the Syrian Sheikh al-Mahshi food. After that, I will bring you. اوكي حرمه توها طرشت لي تقول عرس الريايل اخير عن عرس الحريم. هذا اقول في خاطري كيف كملت عاد هي قالت انتوا الريايل تسولفون تنكتون ويا بعض تضحكون تاخذون اخبار بعض علوم بعض، يا غير نحن الحريم كل واحد منا تجلس تقز ربيعته والثانيه اللي على الطاوله الثانيه طالعها من فوق لتحت شو لابسه تدور عيب حق تقبض عليها قبضه وتعايرها خلاف، ولا المهم انها تعرف ان هاي مسوي الشيء ما بزين، ولا وان شافت مسوي شيء زين بعد ما شكرت عليه تقول هاي نحن طبيعتنا ونيلس الحرمات وانا شي طبيعتنا هذه يطري الاظنيه يطري البنيات هاي الصغاريه يعني ما اعتقد الحريم الكبار ما الحريم الكبار يبوا كله يزينه ويزين يلستن. بس بغيت اخبركم عن هالمسج من هالكثر سنه ضاري يعني تشل دوارك سيارتي شنطتي تحطها في سيارتي واركب السياره بس للجنبه شيل شنطتي واظهر. اليوم وصلت الجنبه طالع السيت ولان الشنطه ما على السيت، وحين عاد دوارك اظن رقاد ما بترقد من روع اني بتهندق عليها. هي والله خليته بيطرش لي الدري والحمد لله بيتنا الجريب قرب الجب، واللي الله يهبك لو اني مكان بعيد لا روحي اولني عاد اليوم سايب من وقت مجدم هذا يا ابوكم بعد اللي بيجدم هالنمونه صابني القاصر في اني نسيت الشنطه ما بقى انا ناسنها لان مضريني هم يحطوا ساماني وانا اركب سيارتي واشلها وادلعب غير المرة هذا ما استوى. فالوقت اللي جاي انا الحين بستفيد منه واني جاي مجدم هذا ما استوى. استوى التأخير اني انا نسيت الشنطة. ما باليد حيلة، عاد الحين دريول بييبها بييبها لين فوق. ما باليد حيلة، يلا انا ارمس خلاص. أول ما فتح الجيم لين اليوم أول مرة أشوف عالم بهالكم. أول مرة. يعني بقول لكم يمكن الأكاديمي لو أكثر يعني رقم مهول
وكل جهاز عليه 75 تريون. من كثر العالم ما شاء الله شيء جميل انك تشوف الرقم هذا ما شاء الله من الشباب كلهم رياضيين في هالبلاد الفنان. الحمد لله رب العالمين. ما تصوروا لأي درجة أنا أفرح أني أشوف كم كبير من البشر يتمرنون، معناته ما شاء الله شيء وعي وشيء الحمد لله نشاط وشيء يعني كل شيء زين اللهم لك. ها شوف هناك عادة هناك أبدأ تحريين من الجامعة ما شاء الله ما شاء الله. أول مرة والله العظيم ما شفت الجيم فيها أكثر أوادم. هذا الحين طلع الساعة كم؟ 9:30 مفروض. هذا الحين الطرف هذا الكلاسات غرف السياكل غرف ما أدري هذا يسمون هاي اللي مال بي آر إم ما تسمي آر بي إم يعني كلهن مزارات ما شاء الله ما تصوروا لأي درجة. يعيبني أشوف المكان شغال كان دكان ولا سوق ولا عالم ساير ياي. حلو المكان اللي فيه حياة ترى المكان اللي المكان بسم الله بالغلط يستوى المكان اللي ما فيه أوادم والله يبوق. يقولوا ترى جنة بدون ناس ما تنداس مول لو يكون فيه العسل يقطر من أطرافه ما يتشاهد يوم ما فيه أوادم يقطر زينه. أي شيء جميل وما فيه حد ما يتشاهد يغدي أصل يعني إذا المكان زين وما في أوادم معناته إن هذا المكان مش ناجح 100%. فلذاك اللهم لك الحمد وين ما تصير تلقط نجاح. نجاح عنوان النجاح شو الزحمة. عنوان النجاح الزحمة. عنوان المكان اللي فيه شغل تستفيد منه الناس تلقط فيه زحمة سواء دائرة محل مول سوبر ماركت دكان أي مكان الناس تستفيد منه تلقط فيه زحمة. مساكم خير ونور وسرور. نحن متفقين البارح بعد لكم خروفة يغير الله يحفظكم. البارح يا خبير الأسناب وأبطأ هو والله بينكم بيني وبينكم ما أبطأ يلا استغرب الساعة إلا ربع. أنا يلا استقرأ المسجات وتعاي استعد هالخروفة. قلت إن شاء الله عن باكر إني بعدها قصدي اليوم يعني. واليوم الحمد لله هو مايا الله حكني منه هو وقلت بعد لكم الخروفة. الخروفة الله يسلمكم هي مش خروفة هي قصة حقيقية لكن أنا بعدها على أساس أنها خروفة لها مش أسطورية هاي قصة حقيقية ولا بقصة وايد يعني لها معاني كبيرة يعني تتكلم عن قصة ريال اسمه لحدان وليد صغيرون اسمه لحدان ربا يتيم عند عمه أبوه توفى وربا عمه وعمه عند بنيه وحيد وهو وكد عاده العم كد لحدان ولد الأخو كد البلاء وراس مداه لبني وحده هو عمه اسمها الزينة. البيت الحين بنوه في الزينة وانت يا لحدان كد الولد ابويا في رعي الغنم تم يرعي الغنم ابويا من يصبح لين يمسي كل يوم وحال تلله وغادي أسيود يغير التحرام حواث وتم على هالحالة لين كبر يوم كبر حول 16-15 سنة ولنها أبوي الزينة بنيه واحدة الزين اللي في الدنيا كله فيها قال حين هنا لي خاطر أخذ بنت عمي لكن أنا بدأ قبل ما خطبها من عمي أنا إنسان بجس النبض بيني وبينها. يوم صارت تارد الماء وصلت قرب الماء لحد رادها قرب الماء قالها زين هي زين صدت منوها اللي يباغب ها شو عندك قالها أنا ولد عمي قالت أدري بك ولد عمي والله وما قالت شو يا بنك وراي قال أنا حين ياي تشاور وياك أنا حين ولد عمك وألزم ما يكون على ولد العم من بنت عمه أنا أبوي لي خاطر في أختك وحين أنا قبل ما أرمس عمي أنا بغيت أشاورك أنت إن خطبتك لك رادة فيي ولا ما لك رادة فيي. افترت عادها الزينة الهيديلتن 4 ضوف
افترت شيء، ولأن الأرضوف مسويات مثل البنكة دائرات المرال. قالت لحين أنت يا لحدان أنت من صدق تربس لو من لو تسوي مغي؟ قالها لا والله من صدق أنا ابن عمك وأنا نزلت من فوق مطيتك وروم حيرك وروم ما حد ياخذك وأنا بدامي حي. قالت لأبوي أنت تشتغل عند أبوي أنت ابن عمي، لكن أنت أبوي راعي غنم راعي غنم، وأنا أبوي ما باخذ راعي غنم، أنا تريي ييني فارس ولا ييني شيخ ولا ييني ملك ولا ييني رجال تنعد ما تنعد رجال إلا من عقبه، آخر زماني صبرت الحين باخذك أنت راعي الغنم. قال أنا ابن عمك شو قديم علي راعي الغنم فيه. شو بنقد علي تع ما سر 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 دول لك. قالت لي أبوي سر دول لك حد غيري تقص عليه، أنا يوم باخذ فارس فارس يا ابوك، باخذ لي ابوي ريال راعي خير راعي علم راعي خبر، باخذ لي واحد يركب الخيل، ما بيجلس راعي غنم. والدنيا ابوي مقامات، الدنيا مقامات، انا ابوي ما باخذ لي انا راعيه بيت وعلم وخبر وبخليك انت تاخذني. ابوي طالع لك وحده راعيه غنم الا من شراك من كفيك، ولا انا ابوي ما باخذك انت. الرجال فقير حليلك يا لحدان، كان حد سايقنا ابوي يمع على سبعته، واللي حد راز ابوي خني يرفي صدره. رد ابوي يجلب يديه يضرب اخماس بسداس افكار يضرب، طاح الجافي وضوى البيت. ساكنت يا لحدان مساء لحدان هاك اليوم عازم مساء تعيس وتم يهويس المراد، ضوى الدبش بيت العم ودخل الخيمه وتم بايج تبه الدنيا أكبر العم. هو ضاري من يجب العمه نش واجف ونش ويها حب على راسه، شحالك يا عمي وتحفى وقهوة وتميت فني العم حط له القدو وعين الله. عادة هذاك اليوم بالذات حاز في خاطره رمسة الزينة، وتام لحدان ضايج تبه الدنيا ما افتر ما ويح عمه، ترع عليه العم وعطاه ما عطاه زمانه. صدق انك ما تتخيل وتستحي، ما كني انا لافنك في بيتي ومطعم انك ومتسنك ومشغلنك ولحم كتافك كل كتف يمشي عليه التيس كتفك يمشي عليه التيس ويتلفت من خيري وخير بيتي. كيف اني انا عمك؟ صدق انك جليل مذهب، اني انا مجبل وياي من عند الحلال. العم يرعى بالبل عندهم بوش، العم يرعى بالبل ولد الاخو يرعى بالغنم، هاي طبايعهم يعني العرب الاول البدو. المراد انها كيف انك انت ما تنشت وياهني وانا عمك؟ انا حين جاي ومجبل مفروض انك تنش وتجهويني يعني تتحفاني، كيف انك يعني ما الريال ترى ضربتين في الراس توي من قبل مقتت من رمسة الزينة، وحين اقتت ابوي من رمسة العم ولا بعارف شي طاقت به الدنيا. انت يا الاحدان طاقت بك الدنيا ولا عرف شي يسوي يوم المساء الماسي. والاحدان ابو يوم ضواه المساء ضوت عليه الضواية، قال اسميك الدنيا ما فيك خير، اول بادي بنت عمي الزينة عذربت بي وقالت اني راعي غنم، والحين عمي ترى هو ما رد على عمه ولا قال عينك هاي احسن من هاي، ولا قال قالوا لي ولا فعلوا لي ولا ردها لا عدل ولا عويه. ضاقت به الدنيا يوم عقب العشاء، الاولين من يتعشون رقدوا يوم عقب العشاء، حادهم ابويه رقدوا توكل على الله، صار على وجهه في هاك الليل الاظلم. اصبحوا ابوي الصبح يتلفتون يدورون ابوي الاحدان، العم يدور يا الزينه وين ود عمك؟ قالت ابوي ود عمي انا ما ادري به ما شفته، شرق غارب دور مني منك ابوي ما لك طول العم. اللبو بيسرح برتشاب افتر ابوي على بنته الزينه، يا الزينه قبضي الغنم سحيبهن
الحين تسرحين بالغنم؟ قالت يا ابوي انا بحياتي ما سرحت بالغنم، انا ما اعرف كيف يسرحون بالغنم. قال بتعرفين وانت حرمه تضحكين، غنم اذا بتموت حلاله بيموت، اما ولو البدو اغلب ما الحلال عندهم اغلى عن عيالهم. قال لها ابوي ما تجلسين دقيقه الحين تسرحين بالغنم، يا ابوي ما عارف غير بدل. قالها ابدا تسرحين بالغنم. وشدنها ابوي قبضت عصاها حطت ابوي على راسه شيلته ريقها وسرحت بالغنم. سرحت بالغنم شرق واللبو صار غرب بالرجال. نرد ابوي على الاحدان، الاحدان ابوي من عرقوب لين عرقوب، من نقى لين نقى، ومن نكود لين نكود، ومن طعس لين طعس، لين ابوي قذف بعمره على جماعته من غير. ولان ابوي رجال روحه وحيد، رجال روحه وحيد، سلم عليه، سلام عليك يا خالي، قال عليكم السلام. ايش عندك شعلوم؟ قال علومي ابوي ادور شغل. هذا الاحدان يقول حق الرجال شيء. قال ابوي ما طحت الا واجف، انا ابوي شغل ما عندي، لكن ابوي انا الشغل اللي عندي ادور ابوي راعي. قال ابوي انت اللي ما طحت الا واجف، انا بشيرك ما اعرف من الشغل الا ارعى الحلال. قال عيال توكل على الله. يوم كمل عنده دهر، دار حول كامل، دار حول كامل. قال له ارخصني يا عمي انا بتوكل على الله، بطول لي ديرتنا غير هالديره. قال عيال ابوي انا قال لك حق عندي، حقك ابوي ترى فلوس انا ما عندي، انا ابوي بعطيك راسين غنم، راسين بيكون حقك ابوي راسين غنم من عندي اسمع. قال لا والله الاحدان، قال لا والله اللي حقي واكثر عن حقي، مشكور ما قصرت. شل ابوي راسين الغنم، هو قدامهن وراه، وساعتين هو وراهن قدامه، من سيح لين وادي، من سيح لين وادي، ضواه الليل ضواه المساء، وامس ورقد. يوم تنبه الصبح ولانه راس واحد من الغنم مش موجود، ضواه الديب ابوي وخد العنز عنه. اصبح الصبح قال قدر الله ما شاء فعل، اراده الله، ما الله كاتب لي نصيب فيها، لو الله كاتب لي نصيب كان رد كان تمت عندي، لكن ابوي اراده الله سبحانه وتعالى. قبض ابوي راس الغنم واحد، الحين تم راس غنم واحد عنده، قبضه تم مطرج. ساعة هو قدامه وساعة العنز ورا، ساعة هو العنز ورا وهو قدامها، ومن سيح لين وادي، ومن سيح لين وهو يمشي لين ضواه الليل. يوم ضواه الليل ولن عرب قدامه بخيامهم ضوا عند الجماعة، سلام عليكم يا جماعة. قالوا عليكم السلام، مرحبا، قرب قرب يا الضيف، نش يا فلان، دخل ابوي عنز الضيف في شبك الغنم واكرموها في العلف. قلط الرجال ابوي عند الريايل وتقهوى وسولف ورمس وامضى ليله اللي يرمس ويسولف، وعنز ابوي يتغني يا ليل ويدبش، حاطين لها ابوي من خيار العلف، واكرم ابوي عنز الاحدان بهاك العلف اللي فيه خير. وامسوا يوم صلوا العشاء ولن ابوي مجبل عليهم ضيف، ضيف ما بضيف عادي، شيخ، شيخ ضاوي عند الرجال هذا، الشيخ ضاوي ويبي خطب، يبي خطب بنت الرجال هذا اللي ضاوي عندهم منو الاحدان. يا مرحبا بالشيخ بخيولهم ورجابهم وربعهم وعندك ودونك. امر عاد امر راعي البيت وقال ابوي حق واحد من عياله، ادخل داخل وتنقى بنت من الدبش اسمنهن، اسمن دابشه وحط عليها السكين كرامه للضيوف، عشاهم العشاء. ويربع ابوي الولد ويدخل داخل ويتنقى ابوي اسمن وحده من الدبش، لانه ابوه قال له طالع اسمن ما في الشبك، اسمن ما في الشبك وحط عليه السكين. دخل الولد طالع شرق غرب شرق غرب، ولان الحلال حالته بالويل والعذره، ما لقط الا راس واحد، ولان هاك الراس الغنم ولان الظهر ابدا يتمزمز يا غير حلته. حل ابوي حط عليه السكين وطبخه ابوي العشاء وتعشب وعين من الله خير، لان شبشب كله عثران، ما فيه الدابش السمين الا عنزك انت يا الاحدان، وذبحها وتراها فقير ما يدري ان هذه عنز الاحدان. امسى يا الله يحفظكم الاحدان، وامسى المعزب، وامسى وكلهم ابوي رقدوا رقدتهم وحده لين نهار ترى الشيخ ترى ضاونهم بيخطب، والخطبه متى؟ الضحى
بيخطبون عد الخطبة الرسمية بيجون يشوفوا القبائل بيجي العرب كلها. يوم عد الضحى توادع وياهم لحدان قال حق راعي البيت سامحني أنا أطلب الرخصة من الله ثم منك بضوي عند أهلي وأنا أبويه أنتوا كرمتوني وحشمتوني لكن لي رأس قلم أنا عندكم قولوا حق حدا رعيانكم يظهر من شفت. قال له عادل المعزب عليك رفت أنك تقيل عندنا بالتغدى قال له أنتوا عندكم ضيوف وأنا سامحوني يا عمي. قال حق واحد من عياله سر يب عنز الأحدان وخليه يتوكل على الله مرخوص كانك ما بناوي تقيل عندنا الله يحفظك. وانا درد على ابوه قال له ابوي ترى ما عنز الأحدان مش موجودة في الزرب نش روح المعزب ودخل داخل دور بين الحلال ما لقط عنز الأحدان زخر العيان قالهم العنز أمس ضاوي أنا روح مضونها داخل الشبت تسألوا يمين يسار يمين يسار تضح ان ابوي العنز ماخذنها الولد وكر عليها بسكينه ومطعمينها لحدان والشيخ ولو المعزب راعي البيت. يا فضيحتنا يا لومنا حين في لحدان شو بنسوي كيف بنقول شو بسوي علم خبر مني. ضاعت افكار المعزب تم يهويس المعزب كيف حين بعد نحن ذبحنا عنز لحدان بالغلط يلومنا في الرياح شو بنسوي. جت فكرة صار ابوي حق الحدان قال له خشمة شو رايك انت حيله ان نحن نعطيك بيزات عن العنز وتخلي العنز هني عند ولايتك توالفت ويا الحلال وما انا اقولها انك تخلي العنز ونعطيك بدال جيمته بدال جيمه العنز بنعطيك جيمه العنز عنزين. قال ابدا دوي فطين ما ينقص عليه قلبه قرصه عرف انه السافه فيها انه. قال ابدا العنز عنز امي وانا ابوي مروم افرط بالعنز. قال نحب نعطيك اياه لكن خافه ياكلها الذيب مثل ما كل خدته لمسيه وانت لين توصل عند جماعك يبالك وقت والدار ليس مامونه. قال ابدا الكم رب لي رب عنزي يا ابنها البارح ما بظهر من خيامكم إلا بعنزي وياي غير بدل بنعطيك جيمته وبنعطيك اللي بنعطيك. قال أبدا ما أظهر إلا بحلالي عندي لو هي ملكي فاركم طيب لكن أبوي العنز عنز أمي وأنا أبوي ما أصخب حلال أمي لو بتعطوني ملك الدنيا. حين أنت يا الأحدان يالس عدال الشيخ اللي هي خطب لبنية والعم يالس يترشاه بايعنا العنز بايعنا العنز والبدوي أنت يا الأحدان فطين البدو فيهم فطانة ما توجد على حد غير بد. قال أبدا استغل الفرصة عادة الأحدان عنده خبر يقين 100% أن العنز أبوي البارحة انكرت وفبطون الجماعة وحين الريال المعزب ما عليه من هذا لا طردنقي بالنسبة له هو مخيل من الشيخ اللي وخايف من اللوم الفضيحة من الشيخ اللي جاي خطب بنته ما عليه لا من كلام زيد ولا من كلام عبيد ولا عليه هذا لا خطاف طريق ولا بن الشيخ ولا إنسان عليه المعتمد بيسوي اللي قدر إنسان خاطف درب يعني ما حد يسوي اللي كرت الإنسان عادي من سائر القوم. نش الشيخ قال حق المعزب أنا أقول لك يا أبو فلان عطوه أبوي عنزه عطوه عنزه هذا ما له نصيب ولا قالوا لك بي عطونك بدال جيمة العنز جيمة أربعة روس وانت ما بطايع لكن ابوي يقول عاد هذا الشيخ ترى الشيخ ما يدري والعم خايف من الفضيحه المعزب. قال له الشيخ يقول له عطه اللي الله هذا ابوي ما له نصيب لو له نصيب كان خذ ابوي اللي البيزات اللي اهم عن العنز ما له نصيب عطوه عنزه وخليه يتوكل على الله. رد عاد الاحدان قال حق الشيخ عاد قال له طال عمرك لا والله انا ما بردي نصيب لك انا ما بزعل امي بزعل امي عشان راحت لي لا والله لا بزعل امي ولا عندي خبر اهم ما علي راحت امي ورضاها عنزي واباها. قال ابوي راعي البيت تعال يا الحدان توكل على الله بعطيك عنزك. يوم ظهروا خاري قرب الشبكة هناك قال اسمع يا هب الريح الحين بخبرك القصه
ترى العيال ابوي الباحث دخله ابوي الشبك وظلمي ما اعرف ابوي عنزك من 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 حلالنا وكروها وحين هذا اللي صار عاد سوى عمره ما يدري هو عاد يدري بالهس كله قلنا لكم بدو ما حدا طال عنهم ذبحتوا عنز امي ولا لا قال اسكت 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 لا يسمعنا الشيخ اللي داخل لا يسمعنا الشيخ هاي اين يخطبون تبي تفضحنا بقول هذا بحو عنز ضيفهم اللي اسمع يا هاب الريح بيعطيك 10 ليرات ذهب وبعطيك ناقه عن عنزك لكن لا عاد تطرح هالموضوع عند حد ولا اشوف رقعه وجهك في هالفريج في هالخيام لا عاد اشوف وجهك وان سمعت انك طريت عند زيد ولا عند عبيد لا خلي حد الرعيان يتبعك وين حرك قال ان شاء الله ما طلبت الا وجهت ايه لان الاحدان استغل الوضع استغل الوضع ويبي داري الرجال لو قال له حلالك كله بيقول له هندوك لو الاحدان قال له عطني حلالك كله بيقول اخذه ما بيخرب ولا يبي الفضيحه فضيحه ان ذابحين عنز ضيفهم مطعمينها لياي خطب بنتهم وشيخ مش واجف ابوي الاحدان قال حق المعزب وين الناقه قال هذه الناقه وين الليرات قال هذه الليرات شيء طبيعي ما رد اهله ويه ابوي جدا الحسا يوم وصل الحسا عازم يبيع ويشتري وابوي اصبح الاحدان من اغنى اغنياء تجار البل حلال عنده يغطي مطلع الشمس خير الله سوى جعل بركه في 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 رزقه هاي الاحدان وصار الوقت ويا الوقت اتذكر منو اتذكر الزينه ترى هو بيموت على الزينه غرامه يعشق الارض اللي تمشي عليها قال الحين هنا اخلي هالحلال وهالخير وانا قلبي متولع في الزينه كان قال ابوي ما شيء لا سير طالع الزينه شو علمها شو خبرها يمكن ها عرسه انا انها كانت معرسه ما باليد حيله الله يهنيها وكان يقول هو في خاطره انا بتوكل على الله بسير عند اهلي بسير بيت عمي ان بطالع علم الزين وخبرها كان عرست ولا ما عرست ما يدري بهم فقير يوم وصل ابوي قرب البلاد تل هو حلاله ورشابه وخيوله وكل علمه خبره وشار وياه رعيانه خلى رعيانه في اول الفريج في مطلع الفريج خلى رعيانه وخلى حلاله وركب خيله وسير جده بيت عمه يوم اجبل جده بيت عمه سلام عليكم قالت له الزينه عليك السلام ما عرفته كيف بتعرفه تحيد الاول محواث ضوء اسود اسود ما يتشاهد عبره العابرين وحين هالي جاي ابوي واحد صنديد طول وعرض وبياض وخيل ونظافه ولطافه ونظافه والعقال منشوس والخنيار والسيف شوف علوم وايده وقبل ما يصير جده بيت عمه انت يا الاحدان قال حق الرعيان اللي جايبين الحلال وياه رعيانه قال سمعوا يا عيال انتوا الحين خلكم في مطلع الفريج ومن تشوفون مطلع العرب من ما تشوفوني أنا أذن المغرب يبوا بالحلال جدة بيت عمي بتشوفون أبوي خيلي عند خيمة عمي إيه زين عادة من عقب ما شافت هالفارس اللي جاي نشت وبشلت الحصان وحطت له أبوي العلف ودخلت الحطب عند الضيف قلت في المقلط حطت له أبوي الحطب حطت له قهوة حطت له الماء ترى من العوايد الأول أكبر عيب ترى الحريم ما يجهون الريايل وإذا كان راعي البيت موجود تجرب تقلطه في المقلط في الميلس يا غير ما تجهوي ولا توي خدمه للقهوة اللي خدم القهوة راعي البيت يا غير الحين مش موجود راعي البيت روحي خدم الضيف عمره لين يجي راعي البيت ودت الماء ودت الحطب وابتدى عاد يتعبل من عمره الأحدان ورى الضوء وبيلجم الدلة ردت عده زين عندمها قالت لهمها ربك حطيتي قدوع للريال قالت لا والله يا مايا ما حطيت له قدوع قالت لا فعلي تصير بدي له القدوع هذا ودت له القدوع قالها ايش حالك يا زينه
يعني ايش حالك يا زينه؟ وش حال عمك بير؟ كان حد صاب على وجهه ما بارد. لا تقولي انت الاحدان. قال يا نعم انا الاحدان ولد عمك. انا الاحدان ولد عمك. تربع عند اللم. الحقيقه مايه. اللي جايلنا الاحدان. هذا الاحدان ولد عمي، هذا ولد عمي، ولد عمي الاحدان. ما عرفته؟ تحيد الاول محيوث محواث بعد. هب محواث محيوث محيوث ضوء. هالطويل وما يتشاهد وعبرة العابري. وتربع اللم ترحب ولد الاخو. والله مليون مرحبا، مرحبا بعد المعند عن السماء، مرحبا من سرت لين جيت، والله مليون مرحبا، يا مرحبا يا مرحبا. وتموا يرحبوا با ولا لا شوي ولنه وين اقبال. تقول عاده العيوز عمته، وين انت يا ولدي؟ وين سرت عنا ودرتنا هالسنين كلها نحن ابوي؟ اه ما خلينا كمان ندورك ودورناك ولا لقد ما حد جاب لنا خبر عنك. قال هي حرمه عمي انتم حالتكم لله، وانا انسان انا ابوي سرت ادور لي رزقي ونصيب، ما بغيت اضيق عليكم، حسيت اني كاني متعبنكم في تربيتي، لكن انا كبرت والحمد لله سرت اكد والحمد لله رب العالمين ارزقني الخير الوفير والحمد لله، وهذا انا رديت لكم من 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 يدوي. يوم شوي المغرب ولنا ضاوي الرعيان بهالحلال اللي على مد النظر، على مد النظر الحلال والرعيان ضاوي به. نشأت العم قالت له يا الاحدان هالحلال من له؟ قال هذا حلالي الله مرزقني اياه. نش عاده نشأت الزينه تحرك بوي شعور الحب هالساعه. هي نعم غير بعد شيء غير ابوي درهمك المنقوشي، درهم ابوي يحرك اللي ما يتحرك، تحرك الحب فيها وتجددت المشاعر. الأول ما تستهي صدقها، حد يشاهد اللي ما يتشاهد، اللي ما يتشاهد ترى اسمه ما يتشاهد، اسمه ما يتشاهد، أساود وغليويس وفقير بعد، لا فقير ويتيم ولا يايد ولا يعلم، منو بيشاهدك؟ رد وكد ومنصب وعلم وخبر تحرك الشعور في عند الزينة. نشأت عاد الزينة ودخلت داخل. يا مايا يا مايا تعالي ياي. نشت اللم ودخلت عند الزين في القطيع داخل. سمعي يا مايا كانكم ناويين له اللي تجوزوني، ترى ابوي ما ياخذني الا ابن عمي. انت ما تدرين ان ابن العم ينزل بنت عمه من فوق بطيته؟ انا ابوي ما لي لزوم الا ابن عمي، كان لي نصيب ورزق ونصيب ما بياخذني الا الاحدان. تقول هذا اللم اسكتي وضحتينا اسكتي هي طول الحسا تبى الاحدان يسمع. والاحدان ابويا عقل الذين هناك عندهم يسمع الرمسه كذا. قال فالاول قلتي لي دور دور راعي من الرعيان تاخذك اللي قدك، ولا انا ما براعي الحين زنت الحين استويت زين الحين شو اللي خلفني انا عن قبل؟ لا والله روحي انا رمستي لك انت يا الاحدان. اختلف ابوي فرق السمع الارض. الزين دانق والعدال دانقين، الزين دانق والعدال دانقين. المحوح ابوي ما حب يشاهد لو ان شاء الله زين يقطر، وهو خايس وما يتشاهد وما يسوى شف طعام ما حد يبغاه. لو يكون اصلك اصل وانت محوحو ما حد يبغاك، ما حب يشاهدك ابدا، ريحك وهف وانت اصيل ما حد يبغاك. منو يباك؟ مني هاي اللي بتشاهدك؟ ولن بدخلت العم. العم اول ما شاف الحلال تروع، يقول حق بنته الزينه هالحلال من له؟ قال ابشر يا ابوي ضوان ابوي الاحدان، وهالحلال كل حلال الاحدان. ويح عمه ويها فوق راسه وحبه وحب يديه وحب جثوفه. قال له ترى الحين ياي بهالخير كله عندي، وانا ابوي ترى ابى بنتك. أنا أبوي شفي ومن عيني وأدوخ أبوي على ريحة الأرض اللي تمشي عليها الزينة، وأنا أبوي أي أنك الحين خطاب. قال له ما طلبت إلا وجدت. فقالك طيب. وعرس أبوي الأحدان وخذ الزينة، وحد من العرب يقول أو أنه عرس وخذها يا غير عرس عليها نهار ثاني عسب بيقيضها، وأنا أقول ما ظني. لأن الإنسان اللي يحب ما يكره.
المحب ما يبغض، والإنسان اللي يحب آدمي ذكر كان أم أنثى ما يبغضه، ولو يتقاطعون ولو يتضاربون ولو يسوي بينهم الدم لين ركب، المحبة تتم موجودة، المحبة تخف تزيد تقصر، لكن تتبخر مستحيل. مستحيل اللي يحب يبغض، مستحيل الكريم يغدي بخيل، ومستحيل البخيل يغدي كريم. فلذلك أنا توقعاتي أنك أنت يا الأحدان خذ الزينة وعاشوا عيشة هنية ويحبها. ترى الحب مشكلة، الحب أبوي ما شي شراته، الحب أبوي سوى الهواية وحلي لك يا الأحدان، وصبر أبوي ونال، وبس عاد عليكم، يلا تصبحون على خير.